بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال، سواء كانوا في المدن أو المناطق الريفية النائية أو حتى في مخيمات الإيواء، ستصل إليهم اللقاحات وفرق التطعيم الصحية. هذا ما يؤكد عليه القائمون على الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال بمحافظة حضرموت، وهو ما يسعى لإنجازه هذا الفريق الطبي في المكلا عبر تنفيذ نزولات ميدانية من منزل لآخر لتطعيم الأطفال. فوضع قطرتين من هذا اللقاح في فم كل طفل دون سن الخامسة هو وحده ما يضمن له الحماية من خطر الإصابة بالشلل الرخوي الحاد المعروف بشلل الأطفال. نحن بنستهدف في هذه الحملات لانها من منزل لمنزل، بنستهدف المنازل اكثر حاجه، تقريبا معنا 84 الف منزل على مستوى المحافظه يتم استهدافها، حتى المنازل المغلقه نستهدفها ونضع فوقها علامه ان نحن وصلنا اليها. ايضا هذه الحمله تنفذ من خلال تقريبا 510 فريق صحي يجيبون كل مناطق محافظة حضرموت لكي يصلوا، وحتى المناطق الخطرة، المناطق الجبال، المناطق الوعرة سوف يصلون لها، وأيضا تنفذ عبر المرافق الصحية، فجميع المرافق الصحية تشتغل على فترتين صباحية ومسائية لتقديم خدمات التحسين. ولا تقتصر الحملة التي تمولها منظمتان يونيسف والصحة العالمية على تقديم اللقاحات لأكثر من 100 ألف طفل على مستوى المديريات الساحلية، بل أيضا في بناء قاعدة بيانات للأطفال والمواليد في تلك المناطق. تمتاز هذه الحملة باستراتيجية معينة، وهي من منزل إلى منزل، وكذلك وجود فرق ثابتة. وأيضا في هذه الحملة تم إدخال عملية المسح للمنازل وتسجيل الأطفال أقل من 5 سنوات، بحيث أنه يتم عمل قاعدة بيانات بالنسبة للأطفال. ولم تسجل حضرموت أو غيرها من المحافظات ومنذ عام 2006 أي ظهور جديد لفيروس شلل الأطفال، لكن رصد تواجده في بعض دول الإقليم المتزامن واتساع رقعة تدهور مرافق القطاع الصحي في البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات كانت الدافع الرئيسي لهذه الحملة. وكانت اليمن وهي من أفقر دول المنطقة العربية قد تعرضت ولأول مرة لعدوى شلل الأطفال الذي انتقل إليها قادما من غرب أفريقيا منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.